يعني يمكن انت علينا هادشي كي يعني الدراري اللي كيجيو هنا كيبداو يخربوا هادشي، ما كيخليوش الحاجة كيما يعني كيما كيلقاوها. السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. مرحبا بكم في فلوج جديد. اسمحوا لي على هاد الروينه هادي، اذا بدي لكم الفلوج من السيكتور من الحي هنا. المهم في هاد الفيديو هذا غادي نمشيو نجريو، حيت شحال هادي ما جريناش وما درناش سبور، واخا درنا هذيك النهاريات انا وجمال، واليوم ما غاديش يكون معنا جمال. اليوم غادي نمشيو عند محسن، غادي نحيدكم. المهم اليوم غادي نمشيو عند محسن. اسمحوا لي على هاد الشاد. المهم راكم عارفين هناك هاد البلاصة فاش كنسكنو هنا كبيرة. المهم غادي نمشيو عند محسن دابا، ساكن حدانا هنا، غادي نمشيو ندقو عليه و حتى يخرج وغنكمل لكم تاني من بعد. غنكمل لكم. المهم الخوت، من بعد ما جينا ضربنا شي، المهم ضربنا نص تاع الطريق، وصلنا هنا الغابة، وما بيتش نبين لكم هنا الطريق حيت كان يعني خاوي، ما كاين حتى واحد. ها يعني ماشي كي بحال الا ما كاينش الوباء هذا، كيكون هنا عامر بزاف. واليوم ما جيتش بوحدي كيف ما قلت لكم، جيت مع محسن. السلام عليكم، رحبوا بي في لي كومونتير مزيان. المهم غادي نخلي لكم لاشين ديالو في الديسكريبسيون، دوي معاهم بي تقول لهم شي حاجه، قولها لهم. ما تنساوش تابونا وتبارطاجيو مع صحابكم شي حاجه في المستوى. كيف ما قلت لكم الخوت، اليوم غادي نمشيو غادي نجريو، غادي نجريو غادي نمشيو، اما ما عرفت واش غنمشيو لتغار. المهم حنا غادي غادي ناك مي كنتمشاو فيما خرجونا. المهم اللي مازال ما مشترك يشترك، فعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالي في الثانيه الاولى. ما تنساوش تجيو عندي الانستغرام، هاكا نكون تماك دائما. وما تنساوش تابونا عند محسن، راه كيدير شي حاجه اللي واعره، افلام. المهم افلام ما شاء الله، راه شي حاجه في المستوى، افلام يعني كيدوي على بزاف ديال المواضيع اللي يعني فيهم بزاف تاع العبار. و اش نقول لكم، اوا كلشي غادي نخليكم، كلشي خليتو لي انا. المهم نخليكم مع الفيديو الثاني. المهم نصور لكم كاع اللقطات ونبارطاجيهم معكم اليوم. ودابا غادي نمشيو لهاد الجهه هادي هنا، فاش كنا صورنا لكم يعني شي تقريبا شي 6 شهور اللي داز على واحد الفيديو كنت صورته انا ولابيت. غادي نمشيو لهاد الجهه هادي، غادي نمشيو لدوك البلايص اللي كنا قلنا لكم الدار مهجور. عاد ندوزو لهاد الجهه هادي، وغادي نصورو لكم بعض اللقطات تاني يعني ما كاين حتى شي بلاصه نمشيو ليها من غير هنا تغارت. المهم البحر تاع طراس اللي ما كيعرفوش. وغادي ندوزو لدوك الديور اللي قلت لكم كيف ما دوزتهم لكم في داك الفيديو. خصني حتى دابا هذا هنا باش ندوي معكم كاع. المهم كيف ما قلت لكم معوج ياك، كيف ما قلت لكم هوك محسن هنا كيصور حتى هو بعض اللقطات. غادي نمشيو لدوك الديور، غادي نبارطاجيو معكم، نصورو داكشي، غادي تشوفوا كاع داكشي كي داير. ومن بعد غادي نمشيو للبحر تاع طراست، وغادي المهم نصورو لكم كاع داكشي اللي كاين تماك. من بعد ما دزنا على الغابه الاولى كيف ما كنقولوا لها حنا، جينا دخلنا على الجهه هادي، وهنا كاينين المهم هنا في القدام كاينين هاد الجبال هادو ديال الرمله، وهنا كاين البارك. حنا دايزين في البارك هنا فاش كيحطوا الناس، المهم هنا فاش كيحطوا الناس بارك السيارات والطوموبيلات ديالهم والماطر ديالهم، المهم جميع وسائل النقل كيحطوهم هنا. كيف ما كتشوفوا حنا غادي نطلعوا، والو ما يضيع، حنا غادي نمشيو غادي نطلعوا لهاد الفوق اش غادي نضربوا طلع هنا. المهم الخوت ما عرفت واش كاين هنا شي واحد هنا، لا حنا غادي ندخلوا غادي نشوفوا، يا ربي ما يكون شي واحد. حنا غادي ندخلوا، والو ما يضيع، شي مبطلة. المهم حنا غادي ندخلوا، يعني ما كاين حتى واحد 100%. تالي كلشي كان ولا شي، ما عرفتش كتسمعني انت. يعني ممكن انت واحد هنا الخوت، يعني كاينين هنا دوك الفضلات هنا خانز. اخوان هادشي خانز اخوان بزاف هادشي اللي بانينا، سمح لينا. المهم غنمشيو كيف ما قلت لكم، غادي نمشيو لدوك البلايص اللي كنا مشينا لهم، غنمشيو العمق ديال الاجبال. شنا يعني كيف بحال هاد الخارجات هادو، ولكن سمحوا لينا واخا خرجنا ما احترمناش هذا الصحي، ولكن لكم عادي جدا. راه خرجنا مع الصباح ما خرجناش بالعشيه، هما قالوا لك خرج مع الصباح ولكن ماما كاينه. انا ما جبتش لك ماما، الاحتياط ضروري. المهم كاع حنا راه ما درناش حتى شي حاجه اللي كتخالف القوانين، قالوا لكم ما تخرجش بالعشيه،
يعني مورا 6 ما تخرج عندك من الصباح. المهم الصباح خرج حريه جهادنا دابا غادي نمشيو غادي كاين بزاف تاع الناس هنا جايين كيترينيو شي كيجري شي كيشطط شي كبدا يجلف بيدي كل واحد كيدير شي كيتعلق في البرا شي كيضرب تراكسيون. دابا غادي نمشيو صحاب التراكسيون ديال الاولى. دابا غادي نمشيو كيف ما قلت لكم كنعاودو كنقولها كنعاود نقولها ها هو داك الجبل. المهم انا الخوت كنا كنجيو ليه من كنا صغار اللي بغا يطلع كنا كنجيو كنا كنقزو كنا كنديرو شحال اجي جا نضرب انا شي فرت ضروري خوتي نضرب انا شي فرت ولا شي بغا يطلع انا 50 درهم شي تقليبه كيف بحال هكا كما كان نتوما 50 درهم غادي خلينا على الزعزع 50 درهم اللي خص اي ولا تكضرني ولا تكضرني يدي اللي بغا يطلع لي على 50 درهم سنين يزيد ديال السما باش يعني يبان لكم كلشي انا محلول الخط يعني داروا هنا شي قرياجات. المهم داروا هنا شي قرياجات علينا هادشي كي يعني الدراري اللي كيجيو هنا كيبداو يخربوا هادشي ما كيخليوش الحاجه كما يعني كما كيلقاو كما كتشوفوا هاو ماشي هاو ماشي كاين الشمس دابا يلاه ايه واو. المهم الخوت هما هادوك داك الكرياج اللي قلت لكم ها هو نحاولو ندخلو لهنا يعني 100% هذا غادي يكون غولف. هذا اللي كتشوفو هنا 100% غادي يكون غولف ها هو كما حسيتي نتا هو كي راه عيد الخوت سمح لي بزاف. المهم هو كما حسيتي نتا هو كيصور وما تديوش على الاشعه بزاف. ودابا غادي نصور لكم شي سينيماتيك هنا ولا شي حاجه خفيفه المورا ندوزو نمشيو للغابه ديري نمشيو لديك القريه كيف ما كيقولوا لها سير بحالك. المهم نمشيو لديك القريه كيف ما كيقولوا لها كيف ما كتشوفوا دابا الخوت كنا غاديين وبانت لينا واحد يعني واحد التقبانات وقلت للمحسن واخا نردمو نشوفو اش كاين في داك الداخل. قلت لكم دابا هذا هنا باش تشوفوا هذاك الشيء ولا تردي داو تري اخ واحد ما يكون فيها شي حاجه وي قصص زي هذا شنو اللي يكون فيها شي حاجه يلا نمشي يلا نمشي بابا ورا ما قديني لا ما قديني لا مشاكل. المهم الخوت بالينا يعني ديك البلاصه فاش كيدير داكشي ديال المغامرات داكشي ديال القفز العباد راكم عارفين غادي نمشيو غادي نجربو ندخلو الا خلونا ندخلو ما خلوناش اكيد ما غاديش ندخلو. ما الخوت راه هنا سد سمح لينا سد كنا بينا ندخلو يعني تشوفوا داكشي اللي كاين هي يعني كنا بينا ندخلو هنا لهاد البلايص هادو يعني حتى حنا نجربو داك القفز وداكشي ديال التزعليله ويا هادشي راه كيتقيدو فيه. المهم راه ما يمكنش لينا ندخلو كيف ما كتشوفوا هذا الشيء هذا قلت لي ندخلوا من هنا لاني ما بيناش نجبدوا شي صداع ولا شي حاجه. المهم الخوت سمحوا لينا المهم الخوت كنسمعوا شي تخرشي شمعرض ديالها. المهم حنا غادي نحاولوا ندخلوا ها هي الدخله يا هادي هنا خاوي ما كاين حتى حد يعني ما غاديش نكثر انا نشوف يعني في التصوير يعني كنشوف وانا كنصور غادي نحاول ما امكن نبقى نشوف يعني نحديها بجنبي شتي اش قلت لكم اه الله صاحبي مالنا حنا بينا نشفرو حنا راه هادي زينا صاحبي نتاكدو شكون اللي كاين. المهم الخوت حنا دابا داخلين راكم عارفين الاجواء ديال هاد الشيء القديم كي كيكون ها يلا نمشيو من هاد الجهه هادي يعني راه ماشي اول مره كنجي لهنا الخوت كيف ما قلت لكم راه فايت لي درت هنا فيديوهات يعني بزاف تاع فيديوهات ولاني الا جيتي بوحدك ماشي الا جيتي مع شي واحد اخر كنا داك النهار يعني حنا دابا جوج يعني راه كاين بنادم هنا هو كيبان ليه بنادم كي ولا كاين هنا بنادم صاحبي هادو الديور هما الديور القدام اللي مهجورين
ما عرفت اش مزورين ولا لا، ما عرفناش اش من تاريخ بالضبط فاش تهجر هذا الشيء. المهم حنا ما عرفناش، حنا جينا باش نضربو نشوفو المعلومات قدري بالخضر. هادشي انا راه قلت لكم ما كنشوفش فيكم مزيان كي بحال هكا، كنبدا نشوف هاد الجنابي هكا. لا لا داكشي كي واحد ضروري عليهم شو لا الاول ظهر. المهم هنا راه كيتمثلوا بزاف، دخل وريهم وصافي. المهم هنا كيشوفوا الخوت ها شوف هذا الجد ديال الكروب. المهم راه بزاف بزاف تاع الناس كيجيو لهنا وكيديروا دوك الافلام القصيره. وعلاش انا جيت لهنا بالضبط؟ جيت لهنا باش جينا باش نشوفوا، جيت انا باش ناخذ واحد لا مينياتور ونزيد مع الطريق، فهمتوا؟ واحد لا مينياتور زعما النص ديال هنا والاخرى في البحر. جينا نشوفوا هاد الديور هادو كما كتشوفوا هنا ديك الناعورة. عقلتو هنا من كنا انا ولابيت كنا كنصورو هنا. ايه هادشي كنعاود لكم على شي حاجة دازت عليه، شي حاجة. المهم كنعاود لكم، ايه عيات لي هاد الليل، كنعاود لكم على شي حاجة دازت عليها ست شهور. شتي راه قوت انا ما في هذاك ستريس انا نجي ندخل كي بحال هاد البلايص هادو. لا يعني الخوت دابا يعني انا كنصور عادي تخيل معايا دابا شي واحد جاي كيجري خارج وشعرك حال اللعيبة هذاك ما عارفينش شعر محسن محسن حتى هو كيصور. وكيف ما كتشوفوا كنت دوزت لكم بزاف تاع الشومبرات الخضراء. المهم كنت دوزت لكم بزاف تاع الشومبرات وريتكم هذا الشومبر هذا، وواحد الملاحظه ما باش تنسى ليا باقي ليا في الدين ديالي. هذا الشومبر هذا هذا المهم هذا اللي كاين في هذا القنت هذا، هذاك اللي كاين في القنت هذا هذا. كنت انا ولبيت يعني كان يعني كان كيغوت عليها فهمتي، كان كيقول لها صاحبي اش كتقول لهم؟ مابقاش تقول لهم هاد الشومبر كي بحال هكا، كيقول لها بدا عبر لهم قول لهم هكا هكا فهمتي، مع هو عنده مع التعبير والانشاء راكم عارفين. ويقول لها حبس التصوير، قال لها شوف اش غادي تقول، قال لها غادي توريهم هاد الدخله تقول لهم هاد الشومبر هذا كيداير. وديك يعني ديك اللحظه فاش تحبسنا التصوير حنا ديك اللحظه قال لي المهم ديك اللحظه سمعنا شي حاجه كي بحال شي قرعه، قال ديك اللعبه ديال الراق فهمتوا صافي. المهم هادشي اللي كاين جينا باش نشوفوا هاد البلاصه هادي، ومشيو مشيو ديريكت دابا لدغارت ولا مشيو للبحر ديريكت. المهم خليكم حتى نوصلوا للبحر، ما قدرناش يعني المهم ما قدرناش نكملوا مشيو للبحر حيت راه كاينه شي شمشه الخوت شي شمشه شمشه. وكيف ما كتشوفوا هادو كنت بارطاجيتهم معكم في هذا البلوغ وهذاك تاع الرمله. المهم جينا لهنا حدا ماريا هنا، هذا بلاصه هنا ماريا الماريا اللي كيقولوا لها. دابا غادي نطلعوا المهم كيف ما كتشوفوا دوك العباد مورايا هنا. او اسمحوا لينا ما قدرناش نكمل لكم طال البحر حيت كاينه شويه الشمس اللي حاره بزاف كما كتشوفوا. واخا كيبان لكم نتوما يعني هذا الشيء زراق العباد، راه الا جيتو وقفتو هنا خارز خاصني نصور شي لا مينياتور هنا الشمس صافي بارك يلاه نمشي صور مينياتور صور تاع بالضربه. المهم خليكم دابا حتى نمشيو تنصلوا حدا الغابه باش يعني نكملوا لكم هذا الشيء، نختموا الفيديو نختموا الفيديو ما نختموا الفيديو حتى للسيكتور الشمس. هاياك شي ديرها دير. المهم كنحاول نخبي لكم هذه الشمس هذه خصني ندير هكا. المهم كنتمنى انا الفلوق ديال اليوم عجبكم، واخا ما مشيناش يعني ما كملناش حتى البحر ولا ما كملناش حتى السطر كيف ما كنقولوا ليها، مشينا جبنا دوره هنا وما جرينا باقي ما والو يعني كنا كنتمشاو صافي. المهم كنا كنتمشاو هادشي ما كان، وكنتمنى يعجبكم الفلوق تاع اليوم. ما تنساوش تابونوا لي جديد عندي في القناه، ابونوا في الجرس باش يوصلكم جديد ديال الفيديو، ولا ما تنساوش ابونوا المحسن تلقاو راسي نديرو في الديسكريبسيون هي الاولى. ما تنساوش تجوني على الانستغرام ديال الفيديو هنا هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. المهم خليكم مع واحد سينيماتي قبل ما نمشي. I'm not afraid to die.
المهم الخوت هادشي اللي كاين في هاد الفلوق، المهم هادشي اللي كاين في هاد الفلوق، كنتمنى يعجبكم الفلوق و يعني غادي يعجبكم 100%. كيف ما شفتو بارطاجيت معكم شي حاجة اللي كنت درتها لكم في هاد القناة هادي اللي نتوما كتفرجوا فيها. المهم بارطاجيت معكم شي حاجة اللي دوزنا اللي داز عليها، داز عليها شي 9 شهور على ما أظن أو 12 شهور ولا ما عرفت 7 شهور. المهم شي حاجة اللي قديمة بزاف، مشينا تاني شفنا شفنا شي بلايص لي يعني شحال هادي ما مشينا ليهم، و كنتمنى انكم تابونو عند محسن. المهم تابونو عندو دخلو، و يعني اللي مشى عندو يكتب لي في كومونتير من طرف اسماعيل ايت الرئيس. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش ديرو لايك تابونو في لاشين. المهم ثلاثة د الحوايج خاصني نقولها لكم ضروري، ديرو لايك تابونو في لاشين فعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالي في التانية الاولى. دوزو عندي انستغرام تلقاو هنا، المهم الفيديو جديد ان شاء الله اولا فلوق جديد ان شاء الله، ولا بيتوني ندير شي تحدي مع محسن ولا شي حاجه. المهم بيتوني ندير شي تحدي ان شاء الله مع محسن ولا شي فيديو كيف ما كان، قولوا عليها في الكومونتير غندير لي بيتو مع محسن. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم مع واحد كيف ما كان، ندير فيديو جديد ان شاء الله ان شاء الله.